السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اولى حلقات برنامجكم العياده النباتيه. ناس بتسال يعني ايه العياده النباتيه؟ يعني ايه مفهوم العياده النباتيه؟ هل هو برنامج للعلاج بالنباتات العشبيه؟ في الحقيقه لا طبعا، البرنامج بعيد كل البعد عن هذا التخصص. مع ان زراعة النباتات الطبية والعطرية وحمايتها وزيادة انتاجها وتعميمها وزيادتها بالطبع جزء من اهتماماتنا في هذا البرنامج ببساطة ببساطة شديدة برنامج العادة النباتية بيهتم بكل ما هو نبات ذلك المخلوق الرائع الذي لو مرض مرضنا جميعا ناس تانية ممكن اسم العادة النباتية ده يكون غريب على مسامعهم وهياخدوا الموضوع بنوع من, من السخرية ويقول لك يعني أيوة بقى المهندس الزراعي ممكن ينزل بقى الغيط بسماعة ويكشف على النبات <applause> أنا بقول بصراحة الناس دي بدون قصد أصابت هدف البرنامج الفعلي بس المهندس الزراعي مش هينزل يكشف على المحاصيل بالسماعة الطبية ولكن هيكشف عليها بعينه أو بمعنى أدق بعين العالم الفاهم لأصول علم النبات لان فعلا مهنه زراعه مهنه الزراعه توصفها الحديث هي مهنه طب النبات البلانت ميديسين وده طبعا بيختلف كتير قوي عن الميديكال او الميديسينال بلانتس اللي هي النباتات الطبيه بلانت ميديسين غير الميديسينال بلانتس لان اللي درس في كليه الزراعه يعرف كويس قوي ان عشان تكون مهندس زراعي او خبير زراعي بمقاييس عالميه لازم لازم تكون درست مناهج كتير قوي في الكليه منها علم الامراض اللي هو الباثولوجي وعلم فسيولوجيا فسيولوجي التطفل اللي هو الفسيولوجي اوف بارازيتيزم وعلم الفيروسات اللي هو الفيرولوجي والبكتيريولوجي اللي هو علم البكتيريا والمايكولوجي اللي هو علم الفطريات ونيماتولوجي نوع من انواع الحيوانات اللي هو علم النيماتودا والسيتولوجي اللي هو علم الخليه وكمان بيدرس علم الجيناتكس علم الوراثه والبايوكيمستري الكيمياء الحيويه بجميع انواعها بقى يعني. وبيدرس الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء وعلم التكنولوجيا الحيويه اللي هو البايوتكنولوجي الى اخر العلوم اللي بتدرس في مجالات الطب البشري البشري، يعني كل العلوم دي كلها نفسها هي بتدرس في الطب في الطب البشري ولكن القياس مع الفارق وطبعا في الطب البيطري يعني. بالاضافه ان طالب كليه الزراعه لازم يكون دارس كويس قوي الحشرات بجميع انواعها، الحشرات الاقتصاديه النافعه زي النحل اللي بتعتمد في الاساس على النبات وكمان بيدرس الحشرات الضاره بالنبات وكمان بيدرس اعدائها الحيويه عشان يعمل توازن طبيعي. حاجات كتير جدا. تعالوا في الاول مع بعض كده نتخيل ان علم الزراعه هي شجره اساسها العلم. تعالوا نشوف مع بعض كده عشان هي ده اساس البرنامج الفعلي. ده شجرة أساسها العلم شايفين هنا يعني العلم الزراعة هتلاقي إن الأساس بتاعها طبعا عندك علم المحاصيل وعلم دراسة الفاكهة والحاجات دي كلها وكل الحاجات دي كلها آه يعني هتلاقيها أساسها العلم لازم عشان تدرس الحاجات دي كلها هتلاقي لازم تدرس الفسيولوجي وتدرس البيولوجي وتدرس كل العلوم يعني هتدرس كل العلوم عشان تعرف يعني ايه دراسة علم الفاكهة يعني ايه دراسة اللاندسكيبينج اللي هو المناظر الطبيعية تدرس دراسة علم البستنة الزراعة المحاصيل كل أنواع الزراعة حتى الحيوان الزراعي لازم تكون أساس الكلام دوت الأساس في دراسة الحاجات دي كلها طبعا علم الأفات لأن التسميد دراسه علم التسميد والتغذيه واللي بناء عليها دراسه الافات زي ما قلنا الحشرات وكده اساسها علم ان لازم تدرس بيولوجي لازم تدرس ايكولوجي علم بيئه لازم تدرس وظائف الاعضاء الفسيولوجي حاجه كتير قوي لازم تدرسها فتتخيل انك ال... الاساس عندك هو الساينس واساس عندك العلم عشان تقدر تخش في عالم الزراعه لان من خلال العلم هتعرف السبب والنتيجه مش النهارده نتيجة بس أنا بديك توصية، لأ أنت لازم كمان تعرف السبب إيه عشان بتغير السبب بتتغير النتيجة. الزراعة علم من أكبر علوم الكون وأولهم على فكرة. وللعلم الزراعة هو أساس كل العلوم. أساس كل العلوم؟ أه أساس كل العلوم ومنها الطب هو أساس الطب أه. ليه؟ لأن للعلم كده معظم علماء الطب قديما كانوا في الأصل علماء زراعة يعني درسوا النبات آه اللي هو البوتاني آه علم الزراعة أو علم النبات العلماء اللي درسوا علم النبات من خلال علم النبات عرفوا مجالات الطب التانية يعني إيه خلية يعني إن الخلية دي هي وحدة الكائن الحي عرفوا الطب أن النسيج بتاعنا ده عبارة عن خلايا وده كان يد على على يد العالم البريطاني الرائع روبرت هوك. آه وقال ان هناك شيء داخل روبرت هوك ده قال ان هناك شيء مش روبرت هوك روبرت تاني بقى قال لك ان هناك شيء اسمه الخليه اللي هو الـ اسمه الـ داخل الخليه اسمه النواه او النيوكلس. اللي اكتشف النواه او النيوكلس آه ده برضو عالم بريطاني اسمه روبرت بس روبرت براون. وطبعا عارفين مندل العالم مندل انه كان راهب في دير وكان بيدرس النبات واكتشف هو اللي اكتشف لنا علم الوراثه وبعد كده علماء الطب عرف عرفوا يعني ايه جيناتكس ويعري ايه وراثه طبعا اسمه الكامل جريجور جوهان مندل يعني علماء الزراعه هم من اكتشفوا ان هناك كيان حي اللي هو كيان حي اسمه الليفينج انتيتي، كيان حي اسمه الفيروس. علماء الزراعه اكتشفوا الفيروس؟ اه طبعا اكتشفوا الـ الـ الفيروس وهم اللي اسسوا علم الفيرولوجي، الفيرولوجي. آه, وده كان انه تنبهوا ان هناك مسببات للامراض كانت خايفه يعني خافيه عليهم، علماء الطب اكتشفوا ان هناك مسببات للامراض كانت آه، سببها الفيروس. زي الايدز وشلل الاطفال اللي هو البوليمايلايتس والإنفلونزا والزكام والحاجات دي كلها اكتشفوها ان من الكائن اللي اسمه الفيروس طبعا كل فيروسات بيختلف فيروسات في النبات فيروسات النبات مختلفه عن فيروسات الانسان علماء الطب كمان اكتشفوا التهاب الكبد الوبائي اللي هي وغيرها كتير قوي من الامراض الفيروسيه التي لم يكن في استطاعتهم تشخيصها لولا اكتشاف آه علماء النبات آه هذا الكائن اللي اسمه الفيروس علماء النبات هم كمان اكتشفوا ان هناك شيء اسمه الفيرويد اصغر من الفيروس يعني اصغر من الفيروس كده اسمه الفيرويد وده يعني ده من خلال آه لما كان في مرض في النبات اسمه مرض الدرنه المغزليه في البطاطس ناس كتير قوي عارفينه اللي هو البوتيتو سباندل تيوبر Diseases. فاكتشفوا انه سببه نوع من الفيروس فبرضه انتبه علماء الطب ان هناك فيروسات او كائنات حية اسمها فيروسات ممكن تؤدي الى امراض كتيرة او في الكبد والدماغ وغيرها يعني وقدروا بعد كده يشخصوا امراض كتير لما اكتشفوا هذه الفيروسات او هذه الكائنات الممرضة طبعا الفيروسويد ده كمان يعني من ضمن الحاجات بيبقى علم اسمه الكائن كده اسمه الفيروسويد اقل كمان من الفيروس يعني اسمه فيروسويد او فيرويد او فيروسويد حسب ما بيطلقوا عليه يعني عشان كده التعامل مع النبات بيكون ليه حسابات دقيقه جدا وده لان احتياجات النبات هي نفسها احتياجات الانسان الانسان بيحتاج عناصر معدنيه معينه هي هي نفس اللي بيحتاجها الانسان والحيوان لا زياده ولا نقص طبعا يعني مع اختلاف نوعيه الغذاء بين ده وده. وان كان معده الانسان والحيوان جوه بطنه، يعني احنا معدتنا جوه جسمنا يعني، معدتنا جوه جسمنا اقصد يعني. فمعدة النبات مجازا اللي هي جذوره بتبقى خارج جسمه في التربه. وبقية جسمه اللي هو فوق سطح النبات اللي هي الاوراق والسقان وكده يعني. نفهم من كده ان هذا الكائن اللطيف بيتعرض بيتعرض الى ظروف مختلفة بيتعرض إلى ظروف مختلفة محاط بيها محاط بعوامل بيئية فوق سطح التربة وعوامل بيئية تانية تحت سطح التربة فعشان ينمو بصحة جيدة ويعطينا محصول وفير هذا هذا النبات لازم أكون على وطبعا محصول وفير ورزق كبير لازم أفهم طبيعة النبات ده لازم أفهم التربة ديت ايه الكائنات اللي فيها؟ التربه دي فيها ملوحه ولا ما فيهاش ملوحه؟ ملوحتها زايده ولا مش زايده؟ نوع الميه اللي بروي بيها، نوع الكائنات الحيه اللي موجوده، طبعا كائنات حيه في كائنات حيه مفيده جوه التربه وفي ديدان مفيده جوه التربه بتعمل لي تهويه، التربه ديت التهويه بتاعتها كويسه ولا مش كويسه؟ لان النبات لازم يتهوى لازم يتنفس، الجذور النباتات لازم تتنفس زي النبات بالظبط، زي الانسان بالظبط. الحيوانات اللي موجودة الضارة اللي جواها والحيوانات النافعة اللي جوة التربة ديت المحاطة بيها المية هل المية فعلا بتترسب وتنزل أعماق في المياه الجوفية ولا بتعمل لي طبقة عازلة بين التربة وبينها فدي بتخنق النبات حاجات كتير قوي لازم أعرف لأن الحاجات دي ممكن تظهر فجأة وتسبب لي مشاكل انا ما يعني انا بكون غني عنها فلازم اعرف النبات ده احتياجاته الغذائيه ايه هل التربه دي فقيره يعني التربه دي فقيره في العناصر الغذائيه عايزه تاكل عناصر معينه لان في حاجه عجيبه شويه ساعات الناس بتسمي التسميد عشوائي يعني تبص تلاقي مثلا النهارده اه النبات مش عارف ايه فادي له نطرات ادي له مش عارف فوسفات ادي له مش عارف ايه فكانها بالظبط انت بتدي غذاء زياده لانسان فبتسبب له تخمه وهذه التخمه بتسبب له امراض سكر وضغط وامراض كتير قوي قيس على ده النبات النبات بيحتاج عناصر غذائيه ومعاملات زراعية لا بتزيد ولا بتنقص لأن النقص يسبب مرض والزيادة بيسبب مرض بيزرع النبات في مرض أنا طبعا البرنامج هل... أنا جاي النهاردة أدي فكرة عامة على البرنامج عامه ازا جنرال كده هيتناول ايه هيتناول كل شئ خاص بالنبات بطريقه مباشره او غير مباشره يعني النبات ده ممكن اسمده معينه زادت تسبب لي نقص في عناصر تثبط عناصر معينه وممكن عناصر معينه قلت تثبط لي عناصر تانية فبيظهر مرض معين هذا المرض ممكن يجذب لي حشرات ويعني وي... حاجات كتير انما احنا بن... بنعالج السبب مش بنعالج المرض طبعا ده هيكون من خلال متخصصين في كل انواع الزراعه هنستضيفهم آه معانا في الـ في, في الاستوديو وهنتكلم عن كل حاجه، أنا عايز بس هديكو حاجة بسيطة أوي كده آه الجدول ده مش هتلاقوه في أي حتة ده حاجة بسيطة طبعًا لسه ما اتكلمناش ما دخلناش في موضوع العيادة النباتية بالتفصيل لأن هنتكلم في كله في روحة زي ما قلت لكم مع كثير من المتخصصين. إنما أنا هديكوا مثل بسيط أوي مثل بسيط جدًا عن العناصر الغذائية، يعني نشوف مع بعض الصورة اللي جاية ديت ودي بتوضح العناصر الغذائية اللي لو زادت يعني لو انت اديتها بعنصر زيادة بتظبط لك عنصر ثاني، يعني شايفين مثلا النيتروجين هنا اهو، زيادة النيتروجين بيظبط لي اه البوتاسيوم مثلا، يعني شوف العناصر هنا انا هنا هنا ده زيادتها بتظبط لي عنصر وبتشجع عنصر ثاني، فطبعا النبات بيحتاج لا زيادة ولا بيحتاج اه نقص، محتاج عناصر غذائية بال... بالمعدل السليم لا زيادة ولا نقص طبعا ال... ال... كده ممكن انتوا ت... ت... يعني تاخدوا سكرين شوت على ال... على الجدول ده لأن ده مهم جدا جدا لأن في ناس بتيجي تعالج عرض معين وهو أصلا زود عنصر ثبط له عنصر ثاني فيقول لك والله أنا عندي نقص منجنيز عندي نقص بوتاسيوم عندي نقص مش عارف إيه الحشرة دي جت منين إيه؟ طب ما أنت زودت نيتروجين النيتروجين ده أه جابلك حشرات لك حشرات ازاي ده هنعرفه يعني تزويد العنصر النيتروجيني او نترات ممكن يسبب لي أه يجذب لي حشرات ما تكونش موجوده اه طبعا اه طبعا لان النبات زي ما قلت هي وحده متكامله ميه وهواء وتربه وعناصر غذائيه حاجات لا زياده ولا هي نقص العمليه مش أه مش عشوائيه يعني طبعا اللي النبات اللي بيشتغل في النبات بيبقى عارف لغه النبات، النبات بيبقى ليه لغه معينه، لغه النبات ديت دي ان انا ببعرف احتياجاته، اه انا النهارده اللي في اللي لما باجي ازرع في العمر ده في الوقت ده محتاج التسميد الفلاني، لو في الوقت ده محتاج تسميد تاني، العناصر الغذائيه بحلل تربتي التربه بتاعتي اه محتاجه ايه، انما شغلي العشوائيه مفيش حد في العالم بيشتغل شغل عشوائي كل العالم حتى المية أنا عارف أن عندي ندرة مائية في ناس كتير أو بلاد ما عندهاش أنهار وما عندهاش بحار إنما بتقدر تستغل أمطارها وتستغل الماء المية بتاعتها بمقننات معينة وبتكرر المية زي ما هنشوف في فيلم معانا وشغالة شغل علمي لأن الزراعة هي علم ما هوش عشوائي انك بتزرع وتقول والله اه طب جميل قوي انا اداني محصول دلوقتي ما ادانيش محصول لا الناس بره او الناس اللي بيشتغلوا عندنا هنا في في مصر طبعا في مزارع كبير قوي بتشتغل باحدث تكنولوجيا بتبقى حاطه في دماغها كل العناصر دي كلها لان المساله بالنسبه لهم فلوس فلوس بتصرف وفلوس لازم تصدر بيها عشان تجيب لك الرزق يعني المساله مش ماشيه عشوائي احنا ممكن نشوف الفيلم اللي جاي دوت ونعيش مع بعضنا كده ونرجع تاني يلا بينا. اه شايفين هنا مثلا يعني سبحان الله شايفين مزارع، مزارع دي بيشتغل بالجوده، ده طبعا دي مزارع على فكره لزراعه شتلات. اه زراعه شتلات محسوب الهواء، محسوب درجه الحراره، محسوب كل شيء محسوب. وعلى فكره العلم مش محتاج عضلات. لا العلم طول ما انت عارف اساس الموضوع هتلاقي الموضوع بسيط جدا واي حد يشتغله يعني مش لا محتاج عضلات ولا محتاج فهلوة لا كل حاجة محسوبة حتى سمك التربة محسوب انا هيديني ايه مفيش حاجة اسمها جورة شايف هنا كل حاجة كمبيوترايز كل حاجة بالكمبيوتر كل حاجة بتزرع آلي يعني سبحان الله كل شيء محسوب فبيطلع بقى والحاجات دي طبعا بتتصدر بتتغلب بطريقه معينه وبتتصدر بطريقه معينه وبتتصدر وبتتخزن بطريقه معينه مسأله مسأله طبعا احنا نفسنا نوصل لهذا وموضوع سهل جدا ان احنا نوصل لهذا لهذه الجوده وهذا التكنولوجيا من 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 العلم سهل جدا جدا وحتى لو احنا ما وصلناش او في ناس هتشتغل او مش كل الناس بتشتغل بهذه التكنولوجيا حتى اللي بيشتغلوا بمساحات صغيره لازم يبقى حاطط في اعتباره هو بيعمل ايه وارضه محتاجه ايه والمحصول بتاعه ايه وهل ممكن يزوده ولا ما يزودوش طب ليه ما بيزيدش كل الاسباب دي لو عرفها وحطها في دماغه المحصول هيزيد والجوده هيزيد و... وسبحان الله يعني يعني الرزق كمان هيزيد يعني شايف هنا اتصالات وتسويق حتى بتوع الاتصالات وبيفتحوا اسواق بره الموضوع مش ماشي عشوائي يعني كله تكامل كله متكامل مع بعض